في إطار محاربة الجريمة بشتى أشكالها خاصة في الوسط الحضري، قامت مصالح أمن دائرة حسي رمل بتوقيف شخصين يبلغان من العمر 29 و 37 سنة، وحجز 29 قنطار من الكوابل النحاسية من مختلف الأحجام، و 3.5 قنطار من معدن الألمنيوم المستعمل في نقل الكهرباء، وكذا مركبة نفعية. هذه العملية جاءت إثر شكاوي تقدمت بها الشركة الوطنية للهندسة والبناء بحسي رمل، مبادئها تعرضها لفعل السرقة. على إثر هذه الشكاوي قامت عناصر الشرطة بأمن الدائرة بفتح تحقيق في القضية ومباشرة تحريات حثيثة ووضع خطة محكمة مكنت من توقيف أحد المشتبه فيهما على متن شاحنة. وبعد تفتيشها تم العثور على كمية معتبرة من الكوابل النحاسية ومعدن الألمنيوم مموهة بخردوات حديدية وحجز مبلغ من العملة الوطنية قدر ب 50 مليون سنتيم ليتم تحويل المشتبه فيه إلى مقر الشرطة لمواصلة التحريات التي أفضت إلى تحديد هوية شريكه في الجرم وتوقيفه.